لا يمر عام إلا وأزمة تلوح في الأفق بين دولة خليجية ودولة أجنبية، والسبب عادة ما يكون أميرة تتم محاكمتها إما في دولة أوروبية أو في الولايات المتحدة الأمريكية. نبدأ مع الأميرة حصة بنت الملك سلمان التي تمت محاكمتها في باريس بسبب التواطؤ في أعمال العنف المتعمدة، وتعود هذه القضية إلى عام 2016 عندما رفع عليها عامل مصري دعوى ادعى فيها أنها أمرت حارسها الشخصي بضربه ومصادرة عدة العمل الخاصة به، كما قيدت يداه وأجبر على تقبيل قدميها. أما الأميرة مشاعل عيبان فقد ألقي القبض عليها في كاليفورنيا عام 2013 بتهمة الإتجار بالبشر بعد هروب خادمتها الكينية التي أفادت أنها تعمل 16 ساعة يومياً ولا تحظى بأي يوم إجازة مقابل 220 دولار أمريكي، وهذا مناف للعقد الذي أبرمته الأميرة السعودية مع شركة التوظيف، إذ أن الخادمة يحق لها يومي إجازة أسبوعياً والعمل 8 ساعات يومياً مقابل 1600 دولاراً شهرياً، لكن سرعان ما أفرج عن الأميرة بكفالة 5 ملايين دولار. أما الأميرة بنية بنت سعود بن عبد العزيز مثلت أمام المحكمة الأمريكية بتهمة الضرب المبرح والسرقة والإتجار بالبشر، وذلك بعد ضرب خادمتها وإلقائها من أعلى السلالم في بيتها وسرقة مقتنياتها الإلكترونية المقدرة ب6000 دولار، ولكن بعد مكوثها ليلة في السجن أطلق سراحها بكفالة 5000 دولار أمريكيا. ختاما نصل إلى الشيخة حمدة آل نهيان وبناتها السبع، إذ أدانتهن المحكمة البلجيكية عام 2017 بالإتجار بالبشر والتعامل المهين مع من يعملون في خدمتهن، فقد ودعن 20 خادماً في ظروف أقرب إلى العبودية، حيث أجبروا على العمل 24 ساعة متواصلة والنوم على الأرض وأكل بقايا طعامهن في الفندق الذي كنا استأجرنا فيه طابقاً كاملاً يضم أجنحة فاخرة في بلجيكا.